اهلا بكم في فيديو جديد في السنه الجديده وشقيه و... طبعا الناس قالت التايتل بتاع الفيديو داخلين اللي هو ايه. الو السلام عليكم عمر يا جميل. في سؤال بيتسال لي بيضايقني قوي، بيبقى واحد لسه داخل على الفيسبوك عندي ما كملش 5 دقايق بيقلب فيديوين ثلاثه ويروح داخل على المسج جاري كاتب لي انت ازاي مش مشهور، وده السبب اللي خلانا نمسح المسنجر. في وقتنا الحالي سهل انك تكون مشهور، سهل قوي انك تكون مشهور، وفعلا في ناس كتير بتخش تسالني انت ليه مش مشهور، انت ازاي مش عندك 100 الف سبسكرايب، ومش واخدين بالهم من الاهم انك تكون مشهور. انك تكون مشهور بايه؟ انا عندي 500 سبسكرايب وشويه، ومش فارق معايا الرقم خالص قد ما فارق معايا 500 دول شايفيني ازاي. والله الواد ده جامد دي. يعني انا في الوقت الحالي مش فارق معايا الشهره قد ما فارق معايا انا ابقى مشهور ليه. خلاص اتفقنا، يعني انا عايز اوصل لاعلى ليفل من الجمدان، لو الجمدان اخر هعديه. طب ما جامد دي. طيب ليه مش بتعمل فيديوهات عشان توصل لده؟ بغض النظر عن قله الامكانيات والوقت، الفكره بالنسبه لي عمرها ما كانت بعدد الفيديوهات. انا ممكن اعمل فيديوهات زربيع، بس مع كثره الفيديوهات الكواليتي هيقل، فبالتالي يبقى في فيديوهات كتير وفيوز كتير على الفاضي. غير كده انا بوثق حياتي وبعمل فيديوهات اللي حاسسها وعايز اعملها وبكون فيها على طبيعتي، ومش بحاول اصطنع او اطلع باي شخصيه مش بتاعتي. وده بيرجعنا للنقطه اللي اتكلمنا عليها من شويه، الجمدان. انا عارف ان عندي فيديوهات عاديه جدا وممكن تكون وحشه بالنسبه لناس كتير ومش بتدل على الكلام اللي انا بقوله خالص، بس الفكره ان الفيديوهات دي ببقى حاسسها وعايز اعملها فعلا، بس ما بتطلعش زي ما في دماغي او زي ما انا كنت متخيل. هو بغض النظر اني من ساعه ما بديت اعمل فيديوهات في بدايه 2018 وانا حياتي اتغيرت 180 درجه، لان قبل كده حرفيا كنت ناسنج. ها؟ كنت ناسنج. بس 2019 كانت مهمة جدا بالنسبة لي، لأنها كانت بداية طريقي للي بكلمكم فيه، الجمدان. من الجميل إنك تكون بتعمل حاجة ودي حاجة كويسة بس ليها سلبيات. في الفيديو ده كنت حابب أحكي عن كام موقف كده حصل لي من الكرييتورز بالذات بسبب موضوع اليوتيوب. هحكي لكم كام حاجة حصلت معايا السنة دي، وأنا ما عنديش أي مشاكل مع أصحاب المواقف دي، بس مش هنذكر أسامي حد. الأخلاق والخصوصية في الطالع. اول موقف حصل معايا كان السنه اللي فاتت زي دلوقتي مع واحد صاحبي مخرج، كان منزل فيديو عجبني قوي فدخلت اقول له رايي فيه، فكلمنا بعض شويه واتفقنا ان احنا نعمل فيديو، وفعلا اتقابلنا وقعدنا نكتب السكريبت وكتبناه كويس قوي وتعبنا فيه، وتقريبا علمني التمثيل بسبب الفيديو ده. هو كان محتاج ان اللوكيشن يبقى صالون مذهب، وفعلا روحنا صورنا في شقه محمود ممدوح القديمه وتعبنا جدا اليوم ده في التصوير. وبعد ما خلصناه وخد الماتيريال عشان المفروض هو اللي هيمنتجه، اداني الفيديو بعد 7 شهور عشان امنتجه انا. يا نهار ازرق، واعمل كده فعلا؟ وفعلا انا خدته منتجه واشتغلت عليه، وكان فيديو مطقوف فيه جدا، بس للاسف لما الهارد بتاعي اتضرب بفيروس الفيديا كل الحاجه اللي على الهارد راحت، منهم البروجكت ده. وكنت شغال على كذا فيديو من كذا نوع في نفس الوقت في الفتره دي، الا ان ده اكتر فيديو زعلت عليه، لان فعلا كنا تعبانين في كتابته وكان نوع جديد من الكوميديا بالنسبه لي. تاني موقف في ابريل اللي فات في حفله الساوند كلاش، لما كنت واقف في امان الله وواحد قال لي ايوه بقول لك ايه اروح واحد في الحفله ما تيجي اصورك، فانا قلت له ده جامد ده تعالى. المهم قال لي نط وصورته مش عارف ايه، وبعدها بفتره لقيته منزل صور الايفنت على الانستجرام، صور الجمهور والفنانين ومنها صورتي انا لوحدي، والصوره عجبتني جدا وكنت مبسوط وكنت عايز اخدها هاي كواليتي، وحد اداني رقمه وقال لي كلمه خليه يبعتها لك. انا لما كلمته قال لي لما كلمته هزقني. لا والله ياد لما كلمته قاعد يقول لي انت شايفني فاضي وبصور ومش عارف ايه وهطلع صورتك منين، وقاعد يتنك عليا اللي هو الناس دي بتحسبها ازاي. بس في الحقيقة احب اشكره لانه عرفني على اسراء، وتقريبا من احلى الشخصيات اللي عرفتها في حياتي بسبب ان هي دخلت بعتت لي الصوره دي على الانستجرام تقريبا واتكلمنا وتعرفنا، وهي اللي لسه عامله لي منشن في الصوره بتاعت ضرب 17 18 لما قال لي ثانكس تو يو. تالت موقف معانا وهو من فوتوغرافر برضه، دخل كلمنا على البرايفت وقال لي هي يو انا عايز اعمل معاك سيشن، فقلت له ما جامد ده يلا بينا. المهم برضه فضل نتفق على مواعيد ويفكس، نتفق على مواعيد ويفكس، نتفق على مواعيد وافكس، وقعدنا كام شهر لحد ما نزلنا فعلا وصورنا السيشن وعمل له ايديت ونزله بعدها بشهر برضه مش عارف ليه. المهم اني طلبت منه يصورني كام صوره ليا انا ويبعتهم لي، وصورني وما بعتهمش.
مع العلم انه جه طلب مني فلوس عشان يعمل سبونسر للفوتو سيشن اللي هو صورهولي، وانا قلت له موافق، وبعديها بشويه قال لي خلاص مش عايز منك حاجه. طب اللي هو ما بعتش الصور ليه؟ ولا هو الموضوع ما بيننا حوار شغل بس مش اكتر؟ مع ان الكلام ده ما ينطبقش على الكل. عندك اسلام بتاع درب 17 18 قال لي هي يو، بقول لك يا رش واحد في الحفله ممكن تيجي صوره؟ قلت له ماشي قشطه، ده جامد ده، يلا بينا. وفعلا اول ما روحت على طول لقيت الصور الايفنت نزلت على البيج وصورتي منوره الغلاب. شكرا اسلام، شكرا خالد. انا مش عارف حد منهم يتفرج على الفيديو ولا لا، بس انا فعلا بحب اشكرهم لان اتعلمت كتير من المواقف دي ومواقف تانية بس مش هينفع احكي عنها. وعايزكم تتاكدوا ان 2020 اول طريق للجمدان، ومعانا واحد قرر انه يقدم كونتنت النهارده. 2020 دي بتاعتي. ومن الحاجات اللي بتاكد ان في طريقي للجمدان ان لما عملت فيديو انا وراجوفيتش بنرقص على تراك قتل دي، عامر طاهر صاحب التراك نفسه عمل شير للفيديو، دخل بعت لي مسج ان التراك عجبه جدا. وبعد فلوج اخر زفير اللي في اسكندريه، باسم صايج عمل سبسكرايب من اليوتيوب على الاكونت الشخصي بتاعه. ودلوقتي اخر زفير دخلوا كلموني حسابهم الرسمي على الانستجرام وقالوا لهم بيحبوا فلوجاتي جدا وبعت لي انفيتيشن للحفله الجايه بتاعتهم في ميدل ايست ايفنت. جامد ده. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وكومنت، وخشوا شوفوا الفيديوهات الجامده بتاعت 2019 واعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا الفيديوهات الجديده، واستنوا حفله ميدل ايست ايفنت هنكسر الدنيا. هب هب ايه هب هب سأتسلق حتى تراني، سأتسلق حتى تراني. ايه يا سأتسلق حتى تراني.